شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والمقام بشرم الشيخ. تضم فعاليات اليوم الثاني من المنتدى عددا من الجلسات والأنشطة لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن أيضا جلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد جائحة كورونا. هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسؤولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي ومسارات الطاقة والسلم والأمن العالمي ما بعد جائحة كورونا.